هذا الجود نوعين، جود عام وجود خاص. الجود الإلهي هذا نفس الجود نوعين، أكو جود عام. مثل إيش؟ يعني من جاد عليك وانطاك عيون. أنت سألته سؤال، يعني الله طاني الآن عيون، أنا قبل لا يطيني العينين قلت له طيني؟ ما قلت له. زين، من جاد علي وأوجدني أصلا، أنا كنت عدم وأخرجني من العدم إلى الوجود، هذا جود، هذا مو كرم، هذا جود. هذا الطاني بلا سؤال، أنا ما قلت له جدني، ما قلت له جدني، الطاني. لو أنا وياك هسه نتأمل كم نعمة الله انطانا إياها إحنا ما سألين إياها، كم نعمة أساسا؟ ترى إحنا ما نطلب غير كم شغلة، وأغلبهم قضايا دنيوية، بس القضايا العظمى إحنا يعني اللي بداهتها غافلين عليها أحيانا. يعني تتخيل النعم هاي اللي إحنا نرفل بها، ثلاثة أرباحها إحنا حتى ما ملتفتيلها أصلا، جاي عن من باب الجود، جاية من باب الجود. هذا جود إلهي عام، جود إلهي عام. يعني الله أعطى نعما لم نسألها، ما قلنا لطينا إياها، لو إحنا غافلين عنها أصلا، لو ما يعني خلص لبداهتها واضحة صايرة عندنا بس ما ندري. وإلا أنت مولانا ولد، أنت ولدت شيعيا، حسبالك هاي هينة، حسبالك هينة، أنت مولود ببيت النسوان يبكن بي على الحسين والزلم تلطم بي على الحسين. هاي مو شيء هين، هذا جود إلهي عام، يعني عام، مو قصدي عام لكل الخلق، يعني قطه خلاص قطه. مثلا العافيه، الصحه، البدن، المكان، ما ادري ايش، اشياء اخرى، هاي كلها ينبغي على الانسان ان يلتفت اليها. اكو جود إلهي خاص الك، اكو جود إلهي خاص، جود إلهي خاص. يعني شنو؟ يعني هسه ما منطيني اياه ابحث عنه، هذا شنو هو؟ شنو هذا الجود الإلهي الخاص؟ هذا الشيء اذا طلبته من الله وطاني اياه ايش صار؟ صار كرم. طيب انا ما دام طلبته، يعني انا شخصته، فقلت له يا ربي اريد من عندك بحق الحسين مثلا ان توفقني في فهم هذا العلم المعين، مثلا قلت له إلهي اريد اصير طبيب، اريد اصير عالم بالطب. انا هنا من سالته اذا اعطاني هاي الحاله ايش راح يصير العطاء؟ راح يصير عطاء كرم. احسنت. زين اذا قلت له الهي ستعطيني على ذوقك، من راح يعطيني شيء يعطيني؟ راح يجود علي. اروح للامام الحسين سلام الله عليه، اقول له مولانا انا همتي دانيه وطلباتي مو كلش عاليه، انت تعطيني شيء بحيث يحول ظلمانيتي الى نورانيه، بس شنو يمك؟ العطاء ايش راح يصير؟ راح يصير جود. زين سؤال هنا، هذا سر لو علن، ليش عبر عن الجواد سر الله؟ معنى الجواد يعطي شيء انا وانت احنا شنو؟ ما نعرفه، لو نعرفه ايش صار علن. زين النوافذ شنو؟ لازم اكو فد شغلات يعني اسويها حتى يعطيني من جوده، مرة يطيني من كرمه أنا سئلة، ومرة يطيني منين؟ من جودة. إحنا كلامنا بالجود مو بالكرم. يقول لك أكو جود في كربلاء، السهام قطعتها تقطيع كلها. شوف، مرة يقول لك نزهني حتى أجود عليك، وين؟ بالنصوص، بالأدعية. سبحانك يا جواد، لعله في دعاء الجوشن الكبير، سبحانك، ورا سبحانك اجى شنو؟ اجى جود. يعني اذا ما تنزه الله تنزيها حقيقيا، ما توصل لبحر الجود. ليش؟ لان ذاك البحر لا يغوص به الملوثون. ايش يراد له؟ ناس منزهين ينزهون الله تعالى من الشرك ومن سوء الظن ومن عبادة غيره فيجود عليهم. أما إذا أنا جيت لله وغايتي بدعائي بعبادتي بطلبي بكذا مشوشة، بيها رياء وبيها شوب وبيها ما أدري إيش، تشتغل الجود ما راح يجي بالمعنى اللي أريده. لذلك قال له سبحانك يا جواد، وحدة. اثنين، قال لك لا تعتقد بأن عطاءه ضيق
وتخلي همتك همة أرضية دائما. خلي همتك همة الطيور المهاجرة. اعتقد بسعة عطائه. بعض الناس من حيث لا يشعرون يضيقون على نفسهم بعلاقتهم مع الله. هو الله واسع، الله واسع. انت تتصور انه الله ما يقدر يرفعك، ما يقدر ينطيك، ما يقدر يسويك. لذلك بالدعاء شو يقول له؟ يقول له يا جوادا ما اوسعك. يعني شنو؟ يعني انت يصير عندك فد حاجه معينه، ما تصير هاي، ما ايست اني، ما تصير، ما طيب اني، هاي السالفه ما تنقضي. هذا سوء الظن. هو كل الوجود عدمن عند الله. انت احسن الظن بالله اللي رفع موسى بن عمران، واللي دافع عن عيسى بن مريم، واللي نصر الحسين في كربلاء، واللي جعل الامام الجواد امام جواد، واللي نصر المظلومين، واللي اذل الفراعنه، حي لو مات، حي مثل ما اعطى عباده ورفع مقامهم. يمكن أن يعطيك ويعطيني، ممكن، بس ايش يراد لها؟ يراد لها إيمان بسعته وقلب شوية ما بيغل وحقد وضغينة وطلايب وذولا وذولاك وذولا وذولاك. يراد لها وهم مو هواي، وحتى ذني هم شني؟ هم من عد، هم هو يعلم العبد. ايش يراد لها؟ إيمان، تقوى، صدق مع الله، أن يكون الإنسان من الصادقين مع الله. ما يراد هاي الهوسه ولا اليمن. شنو شكو؟ انسان يلتزم بالواجبات ويترك المحرمات ويشيل الغل اللي بقلبه على اخوانه، هاي الله يرفعه، الله يرفعه. بس يراد هاي كم سالفه، كم سالفه؟ التزم بالواجبات، اترك المحرمات، ارتبط بالحسين ومجالس الحسين وخدمه الحسين، أقرأ القرآن وما أفارق القرآن، إذا عندي همة عالية أحيي وقت السحر، لأن السحر شغل الزلم الحقيقيين، شغل رجال الله. ساعة قبل صلاة الصبح أمد مصلايتي وأسولف وياه، أتفقه بأمور ديني، أقرأ رسالة عملية لمرجع التقليد، ما أفرق الأمة، أتعامل بمحبة. يا جوادا ما أوسعك. شوف شوف عطاء، شوف عطاء، شوف. بعدين شي يقول له؟ يقول حتى ذولا اللي ينطوك من غير ما تنطيهم، ترى أنا أجودهم. ولذلك بالقرآن شي يقول بالدعاء؟ يا أجود الأجودين. شوف كله جود، جود. شوف الآن، سبحانك يا جواد ما أوسعك، يا جواد جوادا ما أوسعك، يا أجود الأجودين. بعدين شي يقول له؟ يقول له هو ينطيك، بس اعترف ببخلك، أنا البخيل وأنت الجواد. البخيل منو؟ البخيل أنا. الجواد منو؟ الجواد أنت. هذا الاعتراف وحده يطي، هذا وحده الإنسان وحده الله عز وجل ينطي. بعد فتعبارة كلش عميقة في مسألة الجود، يقل لو حط طمعي. عجيب، طمع شلون يحط؟ شوفوا هاي بالدعاء موجود. وحط طمعي وين؟ بباب جودك. ليش هو هذا طمع زين؟ سؤال. هو هذا مو احنا مو نذم الطمع؟ شلون اجى الطمع بباب الجود؟ ايه هذا طمع زين، اكو طمع ممدوح، ان الانسان يطمع بعطاء الله، انسان يطمع بعطاء الله. بس العبارة في غاية الجمال، حق. يعني الانسان خلي يصير طماع ويا الله، طماع. يعني لا يكتفي بانه هيك من ورا خشمه يدعي، ومن ورا شايف بعضنا اللي واجبات يصلي ركض، يعني ماكو لهفه بالطلب. الله شيري يقول لك لا، اطمع، صير طماع، لان هذا الطمع هو اللي يعطيك الجود. اما اذا ضل على الكرم، فالكرم احنا ننطي، الجود الخاص احنا ما ننطي. الجود الخاص يراد لتنزيه واعتقاد بالسعه واعتراف بالبخل وطمع. اربعه لحد الان، اربعه. أما الكرم لا، الله يعطي الجميع. جاء أنت تريد العطاء، حالك حال الجميع لو أنت تريد تتكامل. عيب على الإنسان همته من عطاء الله يصير حالي حال الخلق. لازم همة الإنسان في طريق الله توصل وين؟ توصل مراتب عالية،
يطلب من الله الجود، وإلا الكرم متوفر، ادعي وننطيك. أكو شيء آخر، وهو أن يكون الإنسان مثلا من المقربين، يكون الإنسان من الذين ينتصرون على أنفسهم الأمارة بالسوء، يكون الإنسان قد حاسب نفسه قبل أن يحاسبها الملائكة في القبر أو القيامة. هاي الهمة العالية، الطمع في طلبي في طلب القرب من الله، وهذا الطمع يراد لإلحاح ويراد لسعي ويراد لعبادة. وهاي وين تلقوها؟ تلقوها في حيوات الأئمة سلام الله عليهم، في سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أي أن الإنسان ما يكتفي بهيجي فشغلتين ثلاثة، فاجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك لهجا، يعني شنو؟ ما يسكت لهجا، يعني ما يسكت. هذه وحط طمعي، يحط الطمع، يعني طمع إنسان يصير طماع في طاعة الله، كأنما يعني شلون ما تقول الإنسان شلون يعني الهمة العالية اللي يوصل بيها الإنسان إلى خلص ليلا ونهارا يطلب من الله، ليلا ونهارا يتوسل بأهل البيت، ليلا ونهارا يكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح، هذا الطمع. شوف، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. هذا هو الكدح، شدة التعب وشدة الجهد وشدة النصب توصل المن إلى ملاقيه، يوصل للجود، للجود الخاص. وهذا الجود الخاص يجر إلى العطاء الخاص. غير الآن أنا أكرر هالعبارة لأهميتها، غير الكرم، الكرم يعني سؤال، أنت أطلب من الله جوده كما تطلب كرمه، أطلب من الله عطاءه، هو اللي يعني هو يربي الإنسان على إيده. في قصص الأنبياء وقصص الأئمة وقصص أولياء الله أكو لون اسمه تربية خاصة، عناية خاصة، هداية خاصة. هذا الإنسان حتى هو نفسه ما متدخل بيها، شلون صارت، شلون اجت، شلون هذا انتقل من هذا المكان لهذا المكان، حتى الانسان، حتى نفس الانسان ما عنده تدبير به.